بكم من جديد في رأي عام. في نوفمبر الماضي وأثناء منتدى شرم الشيخ الدولي منتدى شباب العالم، كانت فيه إحدى المشاركات قامت وقالت إنه قانون الجمعيات الأهلية يحتاج إلى نظرات. قالت الكلام ده في حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس قال ورد على هذا الكلام، قال بالفعل هذا القانون اللي خرج سنة 2017 خرج وهو يحمل بعض العوار. الرئيس وجه بتعديل هذا القانون، وبالفعل كان هذا الأمر من ضمن توصيات منتدى شباب العالم في نوفمبر الماضي. بعد المنتدى مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لتعديل القانون برئاسة وزيرة التضامن، ومنذ ذلك الحين في تطورات عديدة جرت وتمت حول هذا القانون. آخر التطورات وكيف يسير الأمر ده اللي هنقشه مع ضيفي الكريمين، سيادة النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن مجلس النواب. أهلا وسهلا فندم. أهلا بسيادتك. والأستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان. أهلا بحضرتك أستاذ سعيد. أهلاً. طيب قبل ما نبدأ النقاش مع ضيفي الكريمين، خلونا في الإنفوجرافيك اللي هنشوفه دلوقتي نتكلم عن أبرز ملامح هذا المشروع، مشروع قانون الجمعيات الأهلية. كانت أبرز ملامح قانون الجمعيات الأهلية الجديد أو مشروع القانون بمعنى أدق. خلينا نبدأ معاك سيادة النائب. النهاردة جريدة المصري اليوم كانت منشور فيها تصريح منسوب لحضرتك بتعلن فيها أو فيه موافقتك وموافقة اللجنة على مشروع القانون الجديد، يعني إزاي وافقت على هذا المشروع رغم أنه لسه ما وصلش للبرلمان؟ لا، مش الموافقة على مشروع القانون. وأنا كما أني لا أملك أن أنا أعلن موافقة اللجنة اللي هي لسه أصلا ما درستش الموضوع. يعني هو الفكرة كلها أنه بداية إعادة تقييم قانون الجمعيات جاء بتكليف رئاسي، وسيادة الرئيس وضح فيه أنه القانون كان فيه مخاوف واللجنة بتصيغه، يعني المخاوف دي غلبت جوانب على جوانب فطلع القانون ما هواش متوازن. والرئيس حدد مسار للتقديم أو للوصول للتعديلات المقترحة
المسار ده كان فيه تكليف للحكومة مباشرة أنها تجري حوار مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن التعديلات تأتي من المجتمع الأهلي. فأنا لما يعني سئلت عن أنه الوزيرة الدكتورة غادة والي بتعلن أنه خلاص مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي، فأنا قلت أن إحنا هنتجاوب بمنتهى الإيجابية مع هذا الأمر، لأنه زي ما أنا قلت في بداية كلامي هو بدأ بتكليف رئاسي بعد قياس الأثر التشريعي للقانون الأول اللي احنا قدمناه كلجنة. واضح جدا انه كان في يعني امور معينة بيشتكي منها المجتمع الأهلي فيما يخص هذا القانون، فأنا قلت انه احنا هنتفاعل إيجابيا مع كل ما يشجع العمل الأهلي ويدعم دور المنظمات والجمعيات الأهلية في مصر. جميل جدا، وزي ما قال استاذ سعيد، زي ما قال سياده النائب، انه مساله استطلاع اراء او مناقشه الجمعيات العامله في هذا المجال، هل ده تم فعلا؟ هل وزاره التضامن يعني اتكلمت معاكم في ملامح هذا المشروع؟ طبعا، بس تسمح لي قبل ما اتكلم عن الحوارات المشتركه، انا اولا يجب ان نلتمس العذر لمجلس النواب في اصدار قانون سبيل لسنه 2017. ما ينفعش ابدا باعتبار ان القانون يعني نتقمص دور البطولة، ولا النواب كانوا معذورين في إصدار هذا القانون لأنه كان في مناخ سياسي وسياق معين، والنواب جزء من التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، فمن الطبيعي أن هم يعبروا عن المجتمع، فصدر مثل هذا القانون. واللي عايز أكد عليه تاني أن عمر المشكلة ما كانت في القانون نفسه، رغم أن احنا نطمح إلى قانون ديمقراطي وينظم العمل الأهلي واستقلاله، لكن طول عمر القانون ما كانش مشكله. والدليل على ذلك ان القانون 32 لسنه 64 قعد 40 سنه، واحنا كلنا كنا شغالين في ظل هذا القانون وما كانش عندنا مشكله. اللي كان عاوز تمويل كان بياخد تمويل، وكان عاوز يشتغل يعمل شغل في الشارع كان بيعمل شغل في الشارع. لكن هو شويه الظرف السياسي اللي كنا بنعيشه عقب ثوره 25 يناير و30 يونيو يمكن ادى الى هذا القانون. في كل الاحوال نحن الان امام مرحله جديده، القانون صدر بناء على توجيهات السيد الرئيس، وحدث بالفعل حوارات. تقدمت المنظمات الحقوقية التي تريد أن يعني تمارس العمل الأهلي في إطار الدستور والقانون والموثيق الدولية، وعقدت عدة اجتماعات في كذا لقاء، واختتمنا بلقاء مع السيدة الوزيرة في حضور يمكن كان أكثر من 300 شخصية، حتى من بينهم كان شخصيات عامة مشاركة. وقدمت توصيات بمقترحات بتعديلات في نصوص عديدة. أنا عايز أقول لحضرتك أنه يعني مش للاسف، لكن اللي كان في تخيلنا ان احنا نريد تعديل القانون السابق لسنه 2017 وتقدمنا يمكن ب 35 ماده نريد تعديله. فاللي حدث الان هذه خطوه متقدمه، نحن الان من الواضح نحن امام قانون جديد او صياغه جديده لقانون الجامعات الاهليه، مش مجرد تعديل للقانون السابق، مش تعديل للقانون السابق، ودي انا بعتبرها خطوه يعني جيده، وكمان يعني تبدد عدم الثقة المتبادلة ما بين المجتمع المدني والحكومة. والدليل على ذلك أن الحكومة انحازت لتوصيات المجتمع المدني بل وزادت عليها وقامت بصياغة قانون جديد. جميل. من ملامح مشروع القانون الجديد سيادة النائب، إيه اللي لفت نظرك أكتر؟ يعني هو من وقت مناقشة القانون السبعين وكان واضح جدا أنه المواضع اللي فيها أو المرتبطة بتحفظات من المجتمع الأهلي يعني أربع خمس مواضع، من ضمنها ومن أهمها العقوبات السالبة للحرية، وده طبقا لإعلان الدكتورة غادة والي أنه ما بقاش موجود في القانون الجديد. أنه الإجراءات الخاصة بعمل الجمعيات الأهلية يكون بيشرف عليها جهة واحدة، طبقا لتصريحات الوزيرة أنه دوا تحقق. طبعا حضرتك عارف ان احنا في القانون 70 كنا انشانا جهاز قومي مستقل لتنظيم عمل المنظمات الاجنبيه غير الحكوميه في مصر، ف يعني مانيش عارف ازاي معالي الوزيره يعني داخل مواد القانون هيبقى ازاي بيبقى جهه واحده، هل ده معناه الغاء هذا الجهاز ولا كده؟ هنشوف ده لما يجي. هو مكتوب فعلا انه جهه واحده للاشراف على مؤسسات، فهنشوف ده لما يجي، بس ده كان من ضمن الحاجات. برضو في اجراءات تلقي الاموال ومرونه التعامل مع اجراءات التلقي واجراءات الصرف، برضو في
تصريحات واضحة من الوزيرة أن الأمور دي أيضا تم الأخذ فيها برأي الجمعيات الأهلية اللي شاركت في الحوار المجتمعي. إلى الآن إحنا ما فيش نصوص تفصيلية أمام عينينا، لأن برضو لو حضرتك تتذكر إحنا لما اشتغلنا على القانون 70 كان عندنا مسودات من ضمنها المسودة اللي الحكومة كانت متبنياها اللي هي كانت بتتفق مع القانون بتاعنا على الأقل في 80%. فأنا يعني هل وجود قانون جديد يعني أن المسودة الأصلية اللي كانت الحكومة شغالة عليها أو وزارة التضامن شغالة عليها هي نفسها جرى عليها تعديلات؟ ده كله هيبان. الحوار المجتمعي كان على إيه؟ على يعني بعض مواد القانون السابق قانون 70 2000. بص هقول لحضرتك حاجه، هو لما صدر قرار او يعني بدايه لما صدر تكليف السيد رئيس الجمهوريه بعديها بيوم صدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل اللجنه بعضويه وزاره التضامن ووزاره العدل ووزاره الخارجيه، وبعدين بعديها بيوم تم اصدار قرار بان معالي وزيره التضامن تكون هي رئيسه اللجنه دي. من اول القرار ده الوزاره ابتدت تتلقى تعديلات ومقترحات بداية مكتوبة. التعديلات المكتوبة دي كانت مرتبطة بالقانون 70 على اعتبار ان كان التكليف الرئاسي هو تعديل القانون 70. وبعدين لما حصل الحوار المجتمعي برضو كان الكلام عن مواد القانون 70. واضح جدا انه نطاق التعديلات اللي الحكومة من خلال مناقشات ما بين يعني اعضائها استقرت عليه بقت تعديلات موسعة، ما هياش مرتبطة بمادة أو مادتين أو كده، وإنما بقت مرتبطة بمواد كثيرة. وده يوحي أنه حتى القانون والمسودة اللي كانت الحكومة بتشتغل عليها أو وزارة التضامن بتشتغل عليها وقت ما احنا كنا بنقدم أو بنشتغل على القانون 70 أن حتى المسودة دي نفسها تم تعديل بنود فيها، وإلا ما كناش اتكلمنا عن قانون جديد. طيب يعني برضو نفس سؤالي، ولكن يمكن في إطار نظرة الجمعيات بتاعة المجتمع أو منظمات المجتمع المدني، أستاذ سعيد إيه هي النقاط اللي أثارت اهتمامك ربما وجدت فيها أنه اعتبرها خطوة إيجابية أو نقاط أخرى تستلزم إعادة النظر فيها بشكل أو بآخر؟ هو يعني احنا اتفقنا خلاص، احنا التمسنا العذر، لكن القانون 70 كان متشددا وكان يعني عنده حالة من حالات يعني أعلى من اعتبارات الأمن القومي على حساب العمل الأهلي اللي مصر المفروض ليها تاريخ طويل، فيعني ما كانش فيه مؤامة. فعشان كده القانون كان متشدد حتى يعني الدستور يقول تأسيس الجامعات بالإخطار ثم يأتي القانون ويفرغ الإخطار من مضمونه، فتلاقي في إجراءات تبقى ده ترخيص مش إخطار. فيما يتعلق بعمل الجامعات الأهلية يعني مثلا يقول لك الموظف اللي يجي وقال لك فين الدفاتر بتاعتك وانت امتنعت عن تسليم حبس، يعني كان في حاله من حالات عقوبات سلبه للحرية. كان في حاله من حالات التشدد في 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 نصوص القانون. علاقه العمل المجتمع المدني المصري او الجمعيات الحقوقيه تحديدا، اصل في نوعين، يعني العمل الخيري ده ما عندناش مشكله فيه، الناس شغاله كده كده في التبرعات. احنا بنتكلم عن 300 او 500 جمعيه شغاله فيما يتعلق به يسمى به مجال حقوق الانسان. في علاقاتك بالخارج انت ما ينفعش تشتغل، احنا ما بنشتغلش في مصر، انت محتاج تتشابك وتتضامن مع منظمات اخرى انسانيه وغيرها. فكان القانون متحفظ شويه على ده، يعني لازم اذن ولازم تبعت. فيما يتعلق مساله الحصول على منح، يعني في رقابه سابقه ورقابه لاحقه، وكان في يعني كان الموضوع شويه متشدد. الان بقى نحن امام خلاص، يعني الناس دلوقتي بيتكلموا انه بالاخطار بيبقى اتفقوا الناس الماده 75 من الدستور، ما بقاش في لجان متعدده ولا لجنه سباعيه ولا سداسيه، بقى في لجنه واحد، ما بقاش في عقوبات سلبه للحريه. اعتقد ان الروح دي ستمتد الى كمان سلطه اللجنه التي ستشرف على العمل الاهلي. انا بس يعني بين قوسين 99% من العاملين في مجال المنظمات الحقوقيه ليس لديها اعتراض على اشراف الدوله على الاموال التي تاتي من الخارج وفيما تنفق. اي حد يقول غير كده يعني انا بعتبره خارج هذا القوس. اي دوله في العالم جزء من سيادتها ان تعلم من اين تاتي الاموال وفيما تنفق، ده طبيعي. انا مش خارج الدوله، وغير صحيح ما يطلقه 10 او 15 منظمه ان المجتمع المدني يجب ان يكون خارج الدوله، مفيش حد خارج الدوله، المؤيدون والمعارضون وكلنا داخل اطار الدوله، فنحن مع الاشراف، بس الاشراف على ايه؟ على الاموال من اين تاتي وفيما تنفق، انا بجيبها منين وبنفقها في ايه؟ والحاجه الثالثه ان تقترن بالشفافيه اللي هي انا باعلن عن مصادر تمويلي
وكمان يبقى عندي الجمعيه بتقر مبدا المحاسبه لو ان هناك فساد. ما المجتمع المدني مش ملائكه والمنظمه الحقوقيه مش مجموعه من الملائكه، ممكن يحدث فساد، فلازم يبقى عندي قواعد للمحاسبه في حاله تبديد هذه الاموال. هو ده احنا متفقين عليه. عدا ذلك انا بعتبره دي حاجه تاني غير العمل الحقوقي. فروح القانون، لا انا شايف ان روح القانون يعني لبت، مش عاوز اقول 100%، ما فيش حاجه مطلقه، لكن على الاقل 99% مما كنا نطمح اليه اصبح الان موجود في صوره او في حوزه الحكومه. يبقى دور مجلس النواب ان يحول هذه الخطوه الايجابيه ويضع لها الاطار التشريعي اللي يضمن يبقى فيه توازن ما بين الامن القومي. على فكره الامن القومي ده موجود في الاتفاقيات الدوليه، يعني القيود الوارده على الحق في التنظيم او الجمعيات الاهليه 4 حاجات: الامن القومي والصحه العامه والاداب العامه. فدي حاجه، بس هو المشكله في التوسع وفي التقييد. فيبقى ان مجلس النواب يحول هذه الافكار الايجابيه وهذا المشروع الايجابي الى واقع تشريعي ونصوص تشريعيه تسمح للتوازن ما بين المؤسسات الاهليه ومؤسسات الدوله. جميل. هل مجلس النواب جاهز لهذه المهمه؟ يعني احنا بالتاكيد من اول ما صدرت تعليمات سياده الرئيس وكنا بنسال كلجنه، فاحنا قلنا ان احنا هنتابع الاجراءات اللي الرئيس كلف بها الحكومه بمنتهى الدقه، وان بمجرد ما يجي لنا التعديلات هنعمل عليها فورا لنحقق ما ورد في يعني كلام سياده الرئيس لما كان بيتكلم اننا عايزين قانون يعكس تقدير واحترام الدوله المصريه لمؤسسات المجتمع الاهلي. احنا كمجلس نواب واحنا بنصيغ القانون 70 كان عندنا 3 ركائز لفلسفه القانون. الركيزه الاولى ليها علاقه بتمكين ما ورد في الماده 75 من الدستور من يعني تشجيع المجتمع الاهلي وعدم التدخل في شؤونه الى اخر ذلك. والركيزه الثانيه كان لها علاقه بضوابط الامن القومي، والركيزه الثالثه كان لها علاقه بالشفافيه في التعامل مع اموال المتبرعين. وكانت دول ال3 ركائز اللي بيستند عليهم القانون 70. بالتأكيد احنا يعني الجانب الخاص بالأمن القومي وكان غالب علينا وقت صياغة القانون في المرحلة الأولى لإصداره، يعني اللي زي ما قال الأستاذ سعيد كان لها يعني ظروف، هي كانت مبررة. وفي الحقيقة احنا في اللجنة يعني لما يتقال ان كان في مخاوف، هي ما كانتش مخاوف لشيء شخصي، يعني ما كانش مخاوف تخص مصالح شخصية لأعضاء اللجنة، وإنما كانت مخاوف تخص الأمن القومي المصري. وعشان كده لما يعني رأس الدولة وهو يعني أدرى بتحديات الأمن القومي ويرفع إليه كافة التقارير من كافة الجهات، لما سيادته يقول إنه يعني الآن الوضع يسمح بأن يعاد النظر في مشروع القانون ويعاد تقييمه، فبالتأكيد ما فيش بقى مجال لأنه يعني حد هيزايد في هذا الأمر. إحنا اللي هيعنينا أنه لما يجي لنا مشروع القانون الجديد طبقا لتصريحات معالي الوزيرة هيحال للجنة، وهنعمل عليه برضو في إطار البحث عن التوازن ما بين ال3 ضوابط الأساسية: تمكين المادة 75 وما ورد فيها من ضمانات، والحفاظ على الأمن القومي المصري، وفكرة الشفافية في التعامل مع أموال المتبرعين. وإحنا بنناقش المواد هيبقى بنسأل عن إحنا كنا حاطين مواد في القانون 70 عشان نضمن بها كذا وكذا وكذا، فهنبقى بنسأل الحكومة في ظل القانون الجديد الأهداف اللي إحنا كنا بنرجو للحفاظ عليها كيف سوف يتم الحفاظ عليها. يعني على سبيل المثال في تنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية إحنا كنا حاطين آلية معينة لأهداف معينة، في ظل المقترح الجديد اللي هو احنا لسه يعني هنقرأه لما الحكومة ترسله لينا، يعني هنبقى بنبحث عن اللي يضمن انه الضوابط اللي احنا كنا عايزينها من الآلية السابقة متحققة بشكل أكثر مرونة ومتلائم أكثر مع المعايير الدولية ومع كمان المقترحات اللي اتقدمت من المجتمع الأهلي. فهيبقى ده شكل النقاش، لكن ما ظنش أنه هيبقى فيه يعني إنجاز التعبير تعطيل للمقاصد النبيلة اللي وردت في تصريحات الحكومة بقالها يومين حوالين أهداف مشروع القانون الجديد. طيب جميل جدا. يمكن سؤالي التالي للأستاذ سعيد، أنه في شهر 6 اللي فات في شهر يونيو الماضي المحكمة الدستورية العليا حكمت أو قضت بعدم دستورية تخويل وزير التضامن سلطة عزل مجالس إدارات الجمعيات الأهلية. هل الأفضل إن هذه الجمعيات تخضع لسلطة
لسلطة إدارية أم أنه العزل أو الحل يكون بحكم قضائي؟ طيب وزارة الشؤون الاجتماعية اللي أصبحت في وزارة التضامن أنشئت 1939 ومنذ ذلك التاريخ وزي ما قلت لحضرتك في بداية كلامي لم يكن العمل الأهلي بعيدا عن المناخ السياسي الذي تعيشه الدولة حتى قبل ثورة 52 قانون جامعات صدر حاجة و40 قبل الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية حصل قانون جديد 51 في صدام الدولة مع جماعات الإخوان المسلمين حدث في 52 بعد ثورة يوليو. فما ما طيب طول عمر الجهة الإدارية تحاول هي العلاقة هي علاقة أصلا كده طبيعتها منذ نشأتها العلاقة بين العمل الأهلي والحكومات المتعاقبة كده. طول عمر الجهة الإدارية تسعى إلى بسط نفوذها على العمل الأهلي لاعتبارات كثيرة بتحصل توائمات بقى يعني في مناخ في فترات سياسية معينة، لكن في الحقيقة جوهر العمل الأهلي أن يظل لأهلي فقط. أن تكون سلطة الجمعية العمومية لأي جمعية أهلية هي صاحبة السلطة عدا ما يخالف القواعد الموجودة حتى في الاتفاقيات الدولية نفسها، النظام العام، الأداب العامة، الصحة العامة، الأمن القومي للبلاد. دول أربع قيود يجب على كل جمعية ألا تتجاوز هذه الخطوط الأربعة. القانون 32/64 كان يسمح بتدخلا مباشرا من الدولة في عمل الجمعيات الأهلية لأن طبيعة الفترة في الستينات كان الدولة تتدخل في كافة الأنشطة بما فيها العمل الأهلي. قانون 84 سنة 2002 كان أكثر تقدما وسمح باستقلالية نسبية للعمل الأهلي. نحن الآن أمام قانون يعرف جيدا الحدود الفاصلة بين العمل الأهلي والعمل الحكومي. يجب دردنا على السؤال يجب أن تكون الدولة بمؤسساتها أو الجهة الإدارية التي هي أداة الدولة في الإشراف على العمل الأهلي أن تكون بعيدة تماما إلا فيما يتعلق بضمان الأربع خطوط اللي أنا قلت لحضرتك اللي هو ده الإطار العام. ما ينفعش حد ياخد فلوس زي ما هو عاوز، ما ينفعش حد يعمل جمعية فيها ميليشيات مسلحة، ما ينفعش حد ينفق أمواله على جماعات إرهابية، ما ينفعش حد ياخد تمويل من جهات معادية، ما ينفعش حد جمعية طول الوقت عمالة تشتغل في قضايا تثير الفتن او تهدد الامن القومي او السلام السلم الاجتماعي الى اخره. ففيما يتعلق بالعزل التعيين والمنح والمنع والعزل هذه سلطه للجمعيه العموميه للجمعيه الاهليه وليس للحكومه. يجب الا تكون الحكومه او الجهه الاداريه طرف في عزل فلان. تعاقب الجمعيه تعاقب الشخص ولكن لا تعاقب الجمعيه كلها بفرض قرار اداري على سلطان الجمعيه العموميه لاي جمعيه اهليه. جميل. طيب وانا بشوف برضو يعني ملامح المشروع مشروع القانون الجديد استاذ محمد يمكن لفت نظري انشاء قاعده بيانات لجميع مؤسسات المجتمع المدني وانشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها. هي القاعده دي مش موجوده دلوقتي في يعني هو قواعد البيانات عموما لو حضرتك تتذكر من اول ما يعني قامت ثوره 30 يونيو وبعديها الرئيس تولى المسؤوليه واحنا ما كانش عندنا قواعد بيانات تقريبا لاي حاجه والدوله اعتبرت ان تكوين قواعد البيانات ده مشروع قومي في كافه المجالات ومن ضمن الموضوعات اللي ما كانش ليها قاعده بيانات هو الجمعيات خاصه انه في المرحلة الانتقالية الأولى بعد ثورة 25 يناير اتأسس عدد ضخم جدا جدا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفي الحقيقة نتيجة الظروف اللي كانت موجودة في الفترة الانتقالية دي ما كانش في المتابعة الإدارية اللازمة لمتابعة الجمعيات دي ونقدر نقول انه ما كانش في قاعدة البيانات اللي تقول الجمعيات دي طبيعة نشاطها ايه وبتشتغل في ايه وتمويلها منين الى اخر ذلك. يعني احنا يعني انا يعني في الحقيقة ده قرار تنفيذي مش يعني من وجهة نظري ما هواش محتاج نص قانوني. ده قرار تنفيذي يعني انه من ضمن التكليفات اللي تكلف بها وزارة التضامن انها يبقى عندها قاعدة بيانات لكافة الجمعيات الاهلية والمؤسسات الاهلية العاملة في مصر والمؤسسات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها أن تعمل في مصر ومجالات نشاطها ومشروعاتها ومصادر تمويل. لما هتكون قاعدة البيانات دي موجودة
هتساعد جدا جدا الدولة انها تستفيد اكتر واكتر من الامكانيات الموجودة في الجمعيات دي، وتقدر كمان الحكومة بوزاراتها المختلفة انها تدعو في لما تكون الحكومة مثلا هتتبنى مبادرة معينة في مجال معين في تخصص معين، لو عندها قاعدة البيانات دي هتقدر انها تدعو الجمعيات الأهلية المهتمة بالمجال ده عشان يحصل شكل من أشكال الشراكة الاختيارية لما الحكومة تعرض إنها بتشتغل في البرنامج الفلاني. وزي ما حصل في مبادرة حياة كريمة لما السيد الرئيس أطلقها، السيدة وزيرة التضامن اجتمعت مع عدد من الجمعيات الأهلية اللي بتعمل في المجالات اللي المبادرة دي هتعمل فيها، وحصل إنها عرضت عليهم قواعد البيانات الموجودة في وزارة التضامن، خريطة الفقر الموجودة، طبيعة الاحتياجات الموجودة في القرى الأكثر فقرا، فالجمعيات دي بحسب تخصصها اختارت كل جمعية أنها تشتغل في القرى الفلانية في المشروعات الفلانية. قواعد البيانات اللي بنتكلم عنها دي لا تقل أهمية في يعني فكرة الاستفادة بالمجتمع الأهلي عن أنك أنت بتعمل قانون جديد أكثر مرونة، لأن هي قواعد البيانات هي اللي بتقود الدولة في كافة المجالات وفي كافة القرارات. زي بالظبط ما احنا كنا عايزين نعمل ترشيد لمنظومة الدعم، فكنا لازم الأول يكون عندنا قاعدة بيانات دقيقة للفئات الأكثر احتياجا، وأقص حضرتك على ذلك يعني. تمام. طيب دلوقتي بعد ما يعني نستبق الأحداث، بعد ما يتم إقرار هذا القانون يا أستاذ سعيد، مين الجهة اللي هيكون منوط بيها الإشراف على يعني على الجمعيات؟ مش في حاجه اسمها الاتحاد العام للجمعيات؟ لا، الاتحاد يعني المفروض هي وزاره التضامن. وزاره التضامن. وزاره التضامن. طب ايه شكل العلاقه بين وزاره التضامن والاتحاد هيكون ازاي؟ هو الاتحاد نقدر نسميه كده الجمعيه العموميه لكافه الجمعيات الاهليه المشهره. تمام. يعني حاجه هو اتحاد اقليمي للجمعيات، يعني ما بعتبروش حكومه قوي بقدر ما هو يعبر عن الشخصيه الاعتباريه لكل الجمعيات الاهليه اللي موجوده. وزاره التضامن هي تمثل الجهه الاداريه. اللجنة بقى هتبقى جاية منين؟ هل اللجنة هتبقى مشكلة من وزارة التضامن معها حد من الاتحاد الإقليمي باعتباره بيمثل الجمعيات مع شخصيات مستقلة؟ ما نعرفش. هل هي هتبقى لجنة حكومية؟ ما نعرفش. هل هتبقى لجنة مركزية في وزارة التضامن؟ ما نعرفش. احنا اللي يهمنا هو وضع معايير للعمل للعمل، لان انا عندي مشكلة كبيرة ان انا عندي 12 15 شركة شغالين في مجال الحقوق الإنسان، منهم تجارية ومنهم تضامن ومنهم شركات مدنية، وبيعملوا عمل الجمعيات وهم شركات، ودي عاملة أزمة كبيرة، لأنه أنا في الوقت اللي أنا بلجأ فيه للقانون وبلتزم بالقواعد التي وضعتها الدولة وبأخضع لسلطان القانون، أنا عندي واحد تاني حركته أخف مني بكتير. أصل الشركة دي باختصار يعني إيه؟ يعني أنا طلبت من سيادة النائب تمويل وهو عايش برة، جاب لي التمويل دخل باسمي أو باسم الشركة، تاني يوم أصرف وما بستناش موافقات ولا حاجة، ما فيش حاجة اسمها حد من التضامن بيجي يراقب عليا، في حين إن الراجل المشرف في الجمعية بيطلع عينه مع الموظفين وهكذا. فدي قضية لازم تتحل، وأنا رأيي لازم يبقى في حل بما يسمح انه طيب يا جماعه ما دام احنا في عندنا قانون بقى ديمقراطي بيسمح بديمقراطيه العمل الاهلي، طب خلاص يبقى الشركات عليها انها يبقى في طرق لتوفيق اوضاعها حتى تصبح جمعيات مشاره. طب لو الناس رفضت، وغالبا في ناس هترفض لان عاجبها خفه الحركه دي وعاجبها ان هي ما تخضعش لموظفين ولا جهه اداريه، يعني دي لازم تتحسم، لان دي كانت ولا زالت من اهم المشكلات. شركات دي مشكله كبيره، انا مش شايف اي كلام. احنا في القانون 70 لحضرتك تأذن لي كنا قلنا انه يخضع لاحكام القانون اي جهه تمارس الانشطه اللي وارده فيه بغض النظر عن شكلها القانوني. يعني بغض النظر هي شكلها القانوني جمعيه مؤسسه شركه، طالما انها تمارس الانشطه اللي وارده في القانون من تلقي تبرعات وأنشطة في العمل الأهلي وما شابه، إحنا في القانون 70 كنا قايلين أنها تخضع لي. في التصريحات العامة لمعالي الوزيرة كانت بتقول أنه يجوز للجمعيات تكوين شركات. أنا معرفش قصد سيادتها أنها تكوين شركات عشان يبقى عندها مصادر تمويل ذاتية، ولا قصدها يعني أظن ده التفسير الأقرب. لكن أنا متهيالي أنه لازم القانون هيبقى فيه نص يتكلم عن آلية معينة في التعامل مع أي كيان قانوني يمارس عمل الجمعيات الأهلية، حتى لو كان شكله القانوني ما هواش جمعية ومؤسسة أهلية. معرفش هل هيبقوا على فكرة أن يخضع
لمواد القانون أي شكل قانوني أي كيان قانوني يمارس عمل أو يمارس الأنشطة الواردة في القانون هنشوف هم هيعالجوها زي بس احنا طيب. في القانون 70 كنا معالجينها كده. طيب أخيرا وسؤال لحضراتكم انتوا الاثنين، هل تعديل هذا القانون أو قانون جديد يحسن من صورة مصر في الخارج؟ قبل ما يحسن من صورة مصر يحسن من العمل الأهلي في مصر باعتبار أن العمل الأهلي شريك للدولة في التنمية. أستاذ محمد بالتأكيد، لأن إحنا ما إحناش جزيرة منعزلة، إحنا جزء من عالم، وحضرتك تعلم واتكلمنا هنا أكتر من مرة عن لما كنا بنلتقي مع وفود أجنبية وكان بيبقى عندهم مخاوف كبيرة من بعض أمور موجودة في القانون 70. وأنا حابب بس في سطر واحد أقول للمشاهد أنه الحفاظ على يعني الصورة الذهنية للدولة المصرية في العالم أمر هام جدا، لأنه بيفرق في حاجات كتيرة في الاتفاقيات الدولية وفي المزايا اللي ممكن الدولة تحصل عليها من الدول الشقيقة أو الدول الصديقة يعني. وده أمر مهم يعني، لما بنقوله مش معناه لا قدر الله أن احنا مش بنغلب الرؤية الخارجية عن رؤية مواطنينا، لا احنا لازم نهتم بالأمرين، ده اللي قصدي أقوله. أشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة تضامن مجلس النواب، أستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار لتنمية وحقوق الإنسان، شكرا جزيلا. بعد الفصل موعدنا الأسبوعي مع فقرة نقدر مع كريم إسماعيل، وإزاي نفكر وإيه هو التفكير السليم وهل هناك طرق مختلفة للتفكير، خليكم معنا بعد الفصل.